طبعا انتوا عارفين ايه اساس الالعاب الاف بي اس. الالعاب اللي احنا بنلعبها بتعتمد على كام حاجه، هما اللي بيمشوها وهما اللي بيكسبوا الفايت، هما اللي بيخلوك تتطور وهما اللي بيخلوك احسن. على سبيل المثال ببجي، عشان الحلقه دي لكول اوف ديوتي وببجي والالعاب الاف بي اس كلها. عارفين ايه اساسها؟ واحد الفريمات، اتنين البنج. فانا في الحلقه دي النهارده زي ما انتوا اخترتوا هتكلم لكم عن البنج، التقطيع، الفريمات. هتكلم لكم النهارده عن الفريمات، اساس اللعبه كلها واساس كل حاجه الفريمات. في الفيديو ده هشرح لكم كام حاجه تتعمل، ازاي تحسن الفريمات بتاعت موبايلك، او تاخد اخر حاجه ممكن موبايلك يجيبها لك. طبعا اول حاجه جت في دماغكم الجي اف اكس تولز. فالجي اف اكس تولز ده بيجيب بان، واللعبه نزلت بنفسها على الديسكورد بتاعها وقالت الجي اف اكس نفسه بيجيب بان. خلينا اشرح لكم الجي اف اكس بيعمل ايه وليه بيجيب بان، والموضوع ده هيبقى خطر اتكلم فيه، بس هقول لكم ليه برضو بيجيب بان. بصوا، الجي اف اكس ده برنامج بيعمل انلوك لكل حاجه في الموبايل لاخرها. فريم ريت بتاع الشاشه بيجيب اخره، البروسيسور بيجيب اخره، كارت الشاشه بتاع الموبايل اللي هو مش موجود اصلا بيجيب اخره، وبياخد صلاحيات ان هو يفتح اعلى ليفل ممكن من اللعبه حتى لو هيضر البطاريه والبروسيسور وكارت الشاشه والشاشه، وبيقطم لك في عمر الموبايل. فايه بقى، هنروح نجيب اخر الفريمات بتاعه الموبايل من جوه السيتنجز بتاعه الموبايل نفسها. اول حاجه بتفتح سيتنج بتاعه الموبايل، بعد كده بتخش على باوت فون وبتيجي على الفيرجن وتفضل تدوس عليها 10 او 15 دوسه لحد ما يجيب لك انت يو ار ناو ديفلوبر مود او وضع المطور. بعد كده بترجع تخش على الاعدادات الاضافيه او اديشنال سيتنجز، بعد كده بتنزل لحد ديفلوبر مود تخش تعمل اللي انت هتشوفه دلوقتي. ودي نصايح عشان الموبايل ما يقطعش منك او ما تلاقيش الدروب فريم اللي بيحصل معاك. اول حاجه، ما تلعبش بالموبايل وهو في الشحن. تاني حاجه، ما تلعبش بالموبايل وهو باور سيفنج مود. تالت حاجه، ما تلعبش في حته ما فيهاش تهويه كويسه او الرطوبه فيها عاليه، وما تلعبش والموبايل هيفصل لما يكون اقل من 30% او 20%. ما تلعبش بالموبايل في الوقت ده. وفي مثل بيقول على قد لحافك مد رجليك، فانت عارف امكانيات موبايلك هتغير بقى طريقه لعبك على اساس موبايلك بيستحمل قد ايه. يعني انت موبايلك مثلا ما بيستحملش قوي، ما تجيش تنزل بوشينكي مثلا، ما تنزلش مثلا بوت كامب، ما تنزلش في حته اول ما بتنزل اللعبه بتقعد تحمل الحاجات اللي حواليك كلها واصوات الضرب والكلام ده وعايزه ما يهنكش. فانت لو موبايلك بيقطع شويه ممكن تغير مكان انت بتنزل فيه وتعتمد لعبك كله على اساس كده. يعني سي مثلا انت موبايلك بيقطع، هتعتمد مثلا هتنزل رزقك وهتلوت لوت خفيف، لو لقيت هتلاقي فايت فايتين، مش هتلاقي العدد اللي بينزل بوشينكي مثلا والكلام ده. ونفس الكلام هتاخد سلاحك وتروح مثلا هتتحرك، ما تتعمدش انت مثلا تلاقي ودين التلاته بيفايتوا بعض تروح انت حشر نفسك في النص بينهم. خلي لعبك كله من بعيد لبعيد، تبعد عن الريندر، ما تعتمدش على فريماتك، لان انت لو موبايلك ضعيف في الحته دي فانت لو في واحد في بيت وانت في بيت وفايتته هيبقى احسن ما تخش عليه وش الوش، واللي هو ايه ساعتها بقى تقابل لك واحد بيلعب بايباد ايه هيعمل معاك الصح. فلو ركزت في الحته دي هتفرق معاك جامد. اعتمد على اللعب اللي ما فيهوش اعتماد على الفريمات اللي هو السكوبات والكلام ده بس. وبالنسبه لان بابجي قالت على موضوع الجي اف اكس ده، ففي ناس بتلعب بيه من زمان من ساعه ما نزل في سيزون 5 او 4 او من ساعه ما نزل وهو لسه لحد دلوقتي وما جاب لهمش بان. فعشان تظبط موضوع في الماده لازم تمشي على الخطوات اللي انا قلت لك عليها، ولازم تعتمد على ان انت ما تعتمدش على الفريمات. فنيجي بقى للفقره الثانيه وهقول لك فيها ازاي تكسب فايتات، او اقول لك نصايح عامه تساعدك في ان تكسب الفايتات، وهجيب لك فايت كان من احسن فايتات انا شفته حصل في البي ام سي او السنه دي. ودلوقتي هقول لكم ترتيب الاسلحه حسب القوه في الكلوزن كاونتر. اول واحد الجروزا، الجروزا اقوى سلاح في الكلوز ان انت تبوش بيه او حاجه، وبيجي بعديه على طول الفيكتور، والفيكتور يعني الاحسن طبعا يبقى بالمخزن لان الفاير بتاعه سريع وبتضرب بيه لونج وميد رينج. وطبعا التالت الغني عن التعريف هيبقى الشوت جون، لان الشوت جون طلقه واحده صح، وطبعا يفضل لو الشوت جان ده S12 لان S12 بيبقى اسهل بكتير من الباقي. فلو بتاخد سرد على حد بشوت جان فانت كده مكسر له الدنيا خالص.
وبرضه نصيحة تانية، لو انت بتبش على أوضة أو على بيت جوه، ممكن تفتح الباب وتكلير تبص يعني تمسح الزوايا بتاعة المكان قبل ما تدخله أصلا، عشان لو حد واخد سرد أو حاجة ما تتصبحش يعني. ولو حد وقف لك طبعا فوق على سلم أو حاجة، فانت لو طالع السلم ده وهو واخد عليك سرد، فهو المفروض 100% يجيبك، فانت المفروض ما تطلعش على طول او تكلير يعني من فوق ده بنيد او مولوتوف او اي حاجة، او تديله ستان قبل ما تدخل، حتى الستان جامد محدش بيستخدمها. فانت لو في مكان وفي حد المفروض تدخله، في ممكن تفتح سموك وتحدفها على اساس ان هي نيد، او تفتح النيد نفسها وما ترميهاش على اساس ان انت يعني بتهته او حاجه. الموضوع ده بياكل مع ناس كتير يعني، حتى لو في ناس كتير ذكيه ما بيعديش عليها، بس بياكل مع ناس كتير برضو. نيجي بقى للفيك جون فايت، اللي هو لو في تيم قدامك بتفضل تضرب نار او حاجه، اللي هو بتفهمهم ان انت بتفايت مع حد، او في ببجي موبايل يعني بتبقى معروف الموضوع ان هو بوتات. تفضل تضرب بالسلاحين اللي معاك عشان تفهم حد ان انت بتفايت، فاهم؟ وبالذات لو في اول الجيم هو يقول اكيد ده معهوش سلاحين يعني. نيجي بقى للتريك اللي بعدها، اللي هي السايلنت موفمنت، او ان انت تخش مكان بالكامل من غير ما تتحرك، سواء في الموبايل او في الايميليتور. تفضل تسحب لقدام سنة صغيرة قبل ما صوت الخطوة يجي، تسحب يعني لو عايز تدخل الحتة زي دي، او واحد واخد سرد عليك وانت مش عايزه يسمعك، بتتحرك الحركة دي اللي هو قليلة جدا 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 كتير ورا بعض، واللي فوقيه ده ما بيسمعش اصلا. تعالوا بقى اوريكم فايت البي ام سي او اللي قلتلكوا عليه، اللي هو كان من احسن تشغيل دماغ شفته في اللي انا اتفرجت عليه، او اللي هو الناس اظهرت الكليب ده من البي ام سي او. الخلاط عم بيشتغل على 1218، وهون النيت عم تضرب على 1218. عندنا 2 بلايرز 1 اتش بي، عندنا بانديتا كتير قريب على اللي انتوا شايفينه تحت ده، من تيم نصر قاعد في العربيه بيهيل، ومش معرف التيم اللي جنبه ان هو هنا والعربيه، هم كده كده ما يعرفوش اللي بيحصل حواليهم، وهيفتكروا حتى ان الموضوع خلص مع التيم اللي تحت ده، وهم مش عارفين ان هو اللي بيهدف النداد دي كلها. وفعلا فعلا بسم الله ما شاء الله ببوزيشن، بلعبه ذكيه كتير، الدعسيه بقلب المي عم تنفع معه، قادر يهيل قادر يكب النيز، وعم يضرب فريق 1218 يلي ما عم بيعرف شو اللي عم بيصير معهم. 1218 مش عم بيفهموا شو اللي عم بيصير هون. محمد عم يطلع مثل الكوماندوز من تحت المي، محمد جبنا الكلتش، محمد عم بيجيب الاول وعم بيقدر يفنش الثاني، عم بيعمل ريلود، محمد بتربل كل على فريق 1218. ونيجي بقى للاسئله الجميله. احمد ابراهيم بيقول عايزين حل لتصفير الجهاز، فهو الحل هنا ان انت تخلي البروسيسور مش مستخدم كله. يعني لو انت البروسيسور بتاعك جايب ان هو استهلاك 100%، دور على الحاجات اللي مخلياه استهلاكه عالي واقفلها وقلل منها. هنا زياد محمد بيسأل عن مواصفات جهازه دي كويسة وايه اللي المفروض يعمله. اول حاجة بالنسبة للسماعة دي فهي كويسة جدا. طيب والمواصفات دي هتشتغل معاك كمان لمدة سنة مثلا او حاجة كمان في اللعبة دي، او 6 شهور. بالنسبة لزرزور بيقول نسيت تقول حكها كمان في المشاهير. دي حاجة لازم عشان تتشير، لازم تحكها معاهم ولازم تخش وسطهم بأي طريقة. وردا على كرولوس هاني، فهو سير فعلا اتنشن هوز، وده عن تجربة شخصية، ولو عنده حاجة يعملها. وللأسف الشديد يا أنس، لو الجيروسكوب مش شغال في الموبايل فانت ما ينفعش تشغله، او مفيش طريقة ان هو يتصلح بيها للأسف. وفي الاخر بشكر الناس كلها اللي بتدعمني، واللي بيحط لايك وبيعمل شير وبيكلم صحابي يظبط الدنيا معاهم ان هم يشوفوا الحلقات، واتمنى اشوف كومنتاتكم، واستناكم في الحلقة الجاية يوم السبت ان شاء الله من التريو، والموضوع هنختاره مع بعض في نص الاسبوع. اشوفكم على خير.